على الطاولة ايه قضيتنا اللي احنا عايزين نناقشها في مؤتمر القمة الإنساني مثلا. لكن لو جه مؤتمر القمة الإنسانية وطلع قوانين هتفرض علينا كدول. ليه؟ لأن احنا غبنا عن النقاش. وإن حصلنا أو انحدرنا وعملنا معركة وقلنا احنا اتخانقنا وعملنا وما سمعوش كلامنا، لا. سمع كلامك من سبتمبر 2013. لكن مش من يونيو أو مايو 2016. طبعا احنا تجربه فيه بس انا مش لا لا اروج لجمعيتي. اتفضل. الترابيزه دي واحده لا انا هنحمل عنصريه بقى. عنصريه. اخر واحد اخر يعني التفرقه عنصريه. هجيبك انت بعد كده واجيبك انت بعد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس سامر اسلان مدير الجوده مؤسسه تراب. مدير الجوده مؤسسه تراب. تراب. سامر اسلان. حضرتك من ثوابت العمل الانساني عدم تدخل السياسه في العمل الانساني. طب ازاي الجمعيات الخيريه توافق او توافق عملها وبين التوجهات السياسيه للدول؟ خصوصا في الوقت الحالي غالبيه توجهات العمل الانساني متاثره جدا بالخلافات السياسيه اللي موجوده بين الدول، خصوصا الدول الاسلاميه والعربيه. كرد؟ هو في نقطه ثانيه لو ممكن؟ لا اتفضل. للاسف نفسي للاسف لحد دلوقتي مفيش اي معايير دوليه لتوصيف الجماعات الارهابيه. ايوه. التوصيف الدقيق للجماعات الارهابيه مختلف تماما يعني، وبرضه يعني ظلمات قوانين وتوجهات الدول العظمى او الجمعيات الكبيره اللي ظهرت ميزانياتها بتتعدى المليارات. طب. شكرا. طب النقطه الاولانيه هي مثلا قضيه زي قضيه اليمن او قضيه سوريا. قد اخذ منحه من حكومتي. لكن وانا بتكلم في مؤتمر عام ما تكلمش على الموقف السياسي لحكومتي، ان الموقف الحكومه بتاعتي هي موقف سياسي. انا ليا موقف انساني، انا اشكر حكومتي على المنحه اللي انا اخذتها منها خلاص. المنحه دي عايز اعمل بيها ايه؟ انا عايز اودي بيها ملابس او اطعمه او اعمل مخيمات خلاص. لكن ما اجيش في مؤتمر عام لليمن زي ما كان حصل في تركيا من اسبوعين واقول كذا 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 وانا بحارب كذا، لا ده ما ينفعنيش. حتى ولو كانت حكومتي تؤيدني. لان انا قلت في الاول خالص اتعلم من مشكله افغانستان. اخواننا مشكله افغانستان غيرت تاريخ العمل مسيره العمل الانساني في العالم كله. كان يجمع لها سلاح في بريطانيا. انا بقول الكلام ده عشان يتسجل. وفي امريكا وفي فرنسا في مؤتمرات عامه كان تيجي المجاهدين تجمع سلاح كلاشنكوف. لما خلصت مسكوهم دخلوهم السجن. قمتوا تدخلوا ورق العمل الانساني ورق العمل العسكري. انا لست بالخب والخب لن يخدعني. خلاص؟ انا احترم حكومتي هي ليها موقف سياسي حتى لو انا اخطات وقلت لموقف سياسي حكومتي واخطات لان انا حكمت من جهه اخرى حكومتي هتؤنبني وهتخطئني. لان السياسي في الحكومه له رؤيه سياسيه يتكلم عنها زي ما هو عايز. انا الانساني اتكلم برؤيتي الانسانيه كما اريد. واخد بالك؟ لا ما اخلصش الاوراق. ولذلك لابد ان يتدرب المسؤولين في الجمعيات عن مخاطبه الاعلام. لما حصل في 2001 هو حصل بتاعت 2001 دي كلها احنا انا كنت ساعتها في مؤسسه ما مش انا ما بحبش اذكر اسماء مؤسسات عشان هي لا تغول عليكم. خدنا دوره يوم واحد ب 3000 جنيه استرليني 5000 دولار. ده الكلام ده سنه كام؟ 2001. عشان كيف نجلس مع التلفزيون؟ لما اسالك سؤال مش مهم انك ترد عليه. هو بيسالك سؤال وانت بتقول حاجه ثانيه. تعلم ازاي ما يدخلكش ايه؟ في حاره وحاره 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 ويزنقك. فلابد المسؤول الاعلامي ورئيس الجمعيه يعرف ما هو الخطاب الانساني ومعايير الخطاب الانساني. دون ان يحيد يمينا او ايه شمالا. لما اروح اشتغل في اليمن اشتغل في صنعاء واشتغل في عدن واشتغل في الحديده. واخد بالك؟ لما اروح في جنوب السودان اشتغل في يعني جينا رحنا في جنوب السودان في 2003 فاستشرنا الحكومه في الخرطوم قالوا دول اخواننا اشتغلوا معاهم. فاشتغلنا في جوبا وبعدين اشتغلنا في الخرطوم. يبقى في انت ايه بدي ايه؟ الكونفليكت زونز اللي هي الصراعات دي بتخطر المشاركين زي وده القواعد اللي بتتكلم عنها في الهلال الاحمر او الصليب الاحمر الدولي اللي هي معايير الانسانيه
الانسانيه الدوليه؟ ها؟ مبادئ الانسانيه الدوليه، مبادئ الانسانيه الدوليه التزم بيها، حتى لو الاعلام ما عجبوش طلع عليه شنو مبدع بالك. ودي بس عشان ايه نركز. النقطه الثانيه بتاعت الارهاب، واخد بال حضرتك، دي نقطه شائكه، وكثير في كثير 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 من الحكومات لا تريد ان تناقشها، رافضه رفضا تاما. يعني احنا لابد هتكلم بقى اللي احنا عملناه، احنا مش عايزين الكلام. عملنا احنا في الفتره اللي فاتت دي 39 ورشه للمؤتمر المجتمع الانساني في 36 دوله بالمشاركه مع كل الجمعيات. دي احد التوصيات اللي هو تاثير قوانين مكافحه الارهاب على العمل الانساني. نحطها على الاجنده، المؤسسات الكبرى ترفضها انها هتزعل الحكومات. فلا بد ان تجد من حولك من الجمعيات كتل تستطيع ان تتحدث عن قضيتك. وانا ذكرت المثل بتاع اللي هو القانون الانساني البريطاني اللي بيتعمل لما احنا وصلنا للسلكت كوميتي في البرلمان للجنه المختصه فيه، سمعني الرجل، سمعنا واحنا بنتكلم، فحطها كتوصيه للحكومه فاصبحت جزء. فانت لما تتحدث تتحدث مع صاحب القرار، ما تتحدثش مع اي واحد، تتحدث ككتله. احنا الى الان يا اخواننا مش متعودين ان نخش ككتله نقدم راي او نطرح مشروع او نطرح فكره، كل واحد فينا عايز يسبق الثاني. انا اطلع في التلفزيون قبل، طب اطلع في ليه اطلع في التلفزيون اصلا؟ ممكن اي حد يطلع في التلفزيون يقرا الكلمه، لكن انا بس انا اطلع في التلفزيون وانا اتكلم وانا جمعيتي الى اخره. لا، فالعمل اللي هو تصنيف الارهاب والحاجات دي كلها هو مهم جدا ان نقف له وقفه، ويكون في لحمه كبيره من الممارسات الانسانيه مشفوع لها بابحاث ليس فقط بتعليقات عاطفيه. ادفع على البحث، لكن انت ذكرت البحث، ادفع على البحث، خلي جامعه من الجامعات الكبرى تعمل البحث وقدمه، تعمل لوبي لكل الحكومات اللي هي قريبه مننا، وتستطيع ان تطلع توصيه في مؤتمر يغير الفكره دي، يبقى ضغط. وده اللي احنا بنسميه البريشر جروب من ناحيه عمل الانسان. فاحنا مش عارفين نبني بين بعض، يعني مثلا احنا لابد ان نبني كتل انسانيه بين بعضنا البعض، تدافع عن حق الفقير والارمله والمسكين. ده بالنسبه للنقطتين دول بس عشان الوقت. اخونا التفرقه العنصريه. وبعدين اخونا اخونا حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عند نكتب النقط ها؟ طيب تفضل. قبل ان ابدا يعني لا يسعني الا ان اشكر هيئه تنظيم الاعمال الخيريه على اقامه مثل هذه الندوه، وهذه انا اقول والله غادره طيبه من الهيئه، وهذه يعني من البدايات الطيبه الجيده، ونطلب بعد منها المزيد. باحتكاكنا مع الاخوان من هيئه تنظيم الاعمال الخيريه يعني جزاهم الله خير، لهم جهد لهم عمل. حضرتك من اي جمعيه؟ مؤسسة الشيخ عيد الخيرية. لهم راشد الهادي ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، اعتذر عن عدم التعريف. لهم جهد ولهم يعني هدف اللي هو تنظيم العمل على اسس معينة، ويعني لمست من الاسس هذه اللي هو قضية اللي هو حماية هذه الجمعيات او المؤسسات قانونيا ونظاميا خارج الدولة وداخل الدولة. ولكن مثلا من يعمل في الميدان، مثلا تعاملنا في خارج قطر نجد صعوبات وعوائق كثيره ما هي بسيطه والله. عشان نتجاوز هذه الصعوبات والعوائق يحتاج الدعم او التيسير او قضيه الاجراءات وقضيه اللي هو التراخيص حتى يسهل لنا العمل بحريه، مو بحريه، بيسر وسهوله حتى نؤدي الرساله اللي مناطين بادائها. فاشراك مثلا هذه المؤسسه بالمامها بالعمل الميداني ووقوعها، يعني هي اللي تشرف على العمل، اشراكها في بعض الاجراءات وبعض الانظمه او القوانين اللي تشرعها الهيئه سيؤدي، انا اقول رساله يعني جيده وستؤدي للمؤسسه عملها باسهل شيء. اشكر الدكتور هاني على النقاط اللي ذكرتها وانا صدقتها كل هو ساستفيد منها. في نقطه ذكرتها اللي هو التعاون بين الجمعيات، انا بشرف فضل الله سبحانه وتعالى قبل الهيئه كان في تعاون، و
اكبر يعني تعاون حصل اللي هو مشاريع دارفور اللي كانت مناطه على جميع المؤسسات عن طريق الخارجيه، وبعد الهيئه تنظيم الاعمال الخيريه عملت المؤسسات اكثر من تعاون يعني في بعض المشاريع هذه الحمد لله يعني موجود. جزاك الله خير. طبعا يبقى احنا بنضم صوتك استاذ اخونا من مؤسسه المعوقين الجزاوه التحتيه الغير الخاصه، ان احنا بنطلب ان احنا نكون معاكم كشريك في النقاش قبل النقاش ده ما يتحول لقانون او لتوصيات الداخل. ده مطلب يعني اصبح يعني كلكم موافقين عليه. اللي مش موافق عليه ما يرفع ايده، اللي مش موافق يرفع ايده. طبعا يرفع ايده. كلكم موافقين ها؟ والا طب تفرقه هنا بابك وبين حضرتك وبين حضرتك، بس انت منك مستخبي بقى حاجه لحضرتك بعد كده. طيب دكتور انا عندي يعني اكثر من نقطه، بس خلينا واحده مبدئيا يعني حضرتك ذكرت فكره التكامل. نعم. التكامل حسب ما افهم هنا في تكامل ما بين الجمعيات وبعضها، وفي تكامل ما بين دور المجتمع المدني والحكومه. نعم. ازاي بقى انا اقدر كجمعيه يعني ايه الحاجات الاساسيه اللي انا اشتغل عليها هتساعدني اكثر في التكامل مع الجمعيات اللي هم زي المجتمع المدني، وايه الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها عشان تساعدني اكثر في التكامل مع الحكومه؟ هما الاثنين اصبحوا فرض عين. يعني التكاملين اصبحوا فرض عين واصبحوا من المعلومه بالديني من المعلومه من العمل الخيري بالضروره. سوري بس ما بجيب القاعده. اصبح ضروره. ما اصبحتش فسحه. وانا عايز حد يطلع يكون هو تشامبيون. يقول انا بتنازل عن حقي كشخصيه اعتباريه وحق جمعياتي في ان اطلب هؤلاء ان ياتوا عندي لنكان نتكامل في رؤيه معينه. تتكلم مثلا عن مشروع، اي مشروع